رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين. أو وبشا ربيع الثاني أي تحي لحية طبعا سنتك كنا أفر بقول أفرتنا يا أفر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وعليه وحين وفرنا حلقة ستحات برامج كأني فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وسؤالها بالشدة كتوا بجري شيخنا شيخ محمد عبد الوهاب حفظه الله. سؤال شا صدنات أي حلقة نكبل أب مساء شيخنا سائلكو حولي هاي شيخ حاس كيجي بان بايقوم صيرتي أو يدبتي كدبو حان كويري والله كل قرصا ما يو الله سبحانه وتعالى بانا مخراتي يقع قول كلنا لقم مارمو مركا شيخ أرنتاسي حين قونسا. بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نين يسوي حرق يسكو حلي وين لا يفر الدون يوه أن هدو روح ودارته ودارتي ودارتي وحكى في عن أي أصاب بحضه سيدا صحدا وحوي إنو دارتي سيتشبيه سيدا كفي عن أي أصاب بحضينا وفليه سيدا أنا وحاكو سوغان حديث كنبي صلى الله عليه وسلم حديث بدن أو كم إذا هاي حديث عبد الرحمن بن السمرة في الصحيحين غاري مسلم بصوص صاري نبي صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. هديئة دارك دارته ودارته دارته وحانا هاي نورك واغا خير بدنه معنى إلا تشبسه دارته ذاك كفارة قدو وحا خير كبدنه كور دامي داركتين سميه مركا داروه دارته كفارة إلا هاي أدينا يمين الغموس كأهين ولا يسكو خلاف سيء هاي دارت عادية كفارة إلا هذا هاي كفارة ذي دونا وأمد لوشة سورة المائدة فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم إلى آخر الآية. يعني طوان مسكين ولا قوذية أما لما رشيه والأرض بحيه أما قار الحرية أدون الحرية أنت أمدنا هدو الروح كري وأي مركا سدح بريون الصوم مركا وكفارة قدنا يا كدبنا وحي أبنانا بالصمين كريا والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سائلك صدن يكوبات بحولي هاي شيخ شيخنا مربان كبرت اسقط بس رئيسني وأنا أوجهي أو ولقى في عيني هاي كبرني مركان مدوّد السعني أيام سفر يرجع لي أو أن أشى أو أن أشى جاي إن أن آديو معناها حاس كيجي أيام آدي أو ودن كله شوكته مركان سبحان صلى الله عليه أيده إله وان إسفوري أو ما أنت قبل أنت حاس كأجا مايهي أني كان قاري كبرداس شيخ مهر ما يقول لي هذا هاي أن وابن إسكجت كيبا. الحمد لله ورتا وان اوغahay inaysan arintaas fiicnay inta uu leeyahay ninka su'aasha soo qoray inaysan fiicnay ma aha wa haran guurka qarsoon wa nikah fasida wa la haran ma banana law sibo ma banana mana saxayo وأمد كوباد هرت وجور وللا أن أصدق غالب كع جور كوللا أن تأنا دمر كأن أهل كود لقى جور سنين النبي صلى الله عليه وسلم وحيري وباطل وحبك متشر أن يقاحوها باطل 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 حبك متشر النبي صلى الله عليه وسلم وأمد لباد جور كهديل قريه أسجنا وخلط ووحيالها أيكو كلا بحيان جوركا يزيندو وحوي جوركنا ووم مقدا زيندو نوي قرصنت
سأستردد بها شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله وحولية من شعائر النكاح إعلانه شعار كوحا يعني أستانت علامة قور كالو قرطو وموچنت النبي قلنا وكيري صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح قور كموچية هل هو قادو ساسوي معنا موچنتي ساس با علماء قارن وحيليه وحاكو فلان لما مرخاتي قارن وحيليه ما هي لما مرخاتي كما فلنا وإن قور كموغضا أو لا أركو أو بلشد كوريش مالك يدا خاص تاوامت اوغور كقرصون ميرحاتك اه اللي يسلر دومان ايو واح جرما اه وحاران مدى حيكتا وحوي هدي قاب كاسي هاوين ايد اللوغو قلموضو واسواش قيب تايد الوقت اوانين كوغو قلموضو مهر ما كولي اذا جوابت وحا لان مهر كوحو الرحسين يهي قلمضا نكاح فاسد أدو قل موتي نكاح صحمة لكن قل ماذا أدو قل موتي أي مهر كل هذا هاي أريد أنا واحد تلمامي حديث عائشة وحيت الرسول صلى الله عليه وسلم وحو إلى أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل أوين يكستو قورسة ولي الآن قور كذا حكمة كذب نبي قحو دبالي فإن أصابها قور كأوحبك تشيرين باطل كهدو قل موضو فلها مهرها بما أصاب من فرجها مهر كاذب إلى هذا هاي مهر كاسون وحكو إيمانيا حب كاذب استعمالي مركا مهر كي ويقول هذا وينو مهر كاذب اسكبهي قور كي نوح جرما أما قبرنا إيضا لهيسا قوان كأنا قاتي وحاس كوميه وأنا كاتشذي أيضنا وحوى استهزاء بآيات الله هو. مركي ربطنا إني نينك إسقاطك توي حاصل نقط. مركي ربطنا إني ترى هذا أنا إسفروي أوان قام بانقات. أو دينتي مرك. يعني وحوى ولا تتخذوا آيات الله هزوا وعيار دينتي ولا وعيار أيوه. هذه مركي هرر ما يسند إنه نين وياه. وإني ترى هذا نين ما إيه سينو قبحة. هذين الرميسنين إنه نين أيهين مركي هربا إنه أقل موضوع ويحاسن ما أقل موضوع إنه قرطوي كتوبة كنتيه لكن مرنا وإسكال السيحان وحان أولا سيحان لين كي يجينو إيه مركو بحوغا أن كوي رحانا غانا وحاد أدر وكات الشضي وحاسي يضون الدين معه سواب تشرع عدو أدي دي سوحواي قرر كان قرصون يدغن حمد الصومالي دو أي دين تو آني صغار بضون وكم ده مهر حد كي وحي لم يدا سببت لو ديدين وحوي وحن حقوق باكرة تميس حقوق باكرة تميس وحاكم يدا ميد إلمها ونقونيس وحاكم يدا ميد ونقونيس حاسك ونقونيس وحاكم يدا ميد قرابة ونقونيس حقوق دا إيدا إني اللونتال لديدين همار وحي وإنو وح عدو اللوغي هينو وإن ليسكو إنكري هديك روح لعيسا إن ليسكو إنكرو أتنا دا دركتين يعني سوشيال ميديا هكذا على عوض يسوق واحد صار نبى يوريه ويقول إنكريه سومالي يشير كريه وقليس أصير وصاح الله يوحوله حبك بلاي الله كأجله يا كنسر عند أوله ولا ذو حرر وحيله اللو حاسوك وحيله اللي ليه هاي يعني شرعة مرك ليه لا يقول كم وحاسوك على الحرية أما نين الإسلام اللي إسكام الصبيته أما قبر إنت وح يعني وح خلدا لجوء ورايو إن محوا يكدم لنا إله ذو كم أقارنه وحاز وح شرعه ذو كده على ميس مركا حكمة ذو كتير تبرك وفهم كنا وحاز مركا إنه بشر ذو كده بتوه ولي بوياه وح آد صباحي وح آد صباحي للي رضا قار بدر وكم ذو إبتلي سن أو زندي بواحد بنانك يا لي أمريا إني قبلها قولوا المدو إنتي جيان وويل الصاحب هذا ودو جيان ويل هذا وشيخي كدبنا ليه هذا ولو مهري كدب من إسكال الصح وانين زاني ولا يقان وحاسو كشقيستا لكن قبله مسكين نموذو دي يجو شرفتو دي إلى شري نبا وحاد عيسى قابلو عاسو كليتا انتس قريها لولتاقو خطيلا دي لولتاقو إن كدبنا شرفتا لقدلو كوي زناد هاي فسقط هاي اللي تيبه بتشيت كان كتيبه وح مركو هاي وبهنت هاي
إني قبله أي شرف كذا إلى ليها، وكذلك بالشدو إني إلى لسه جريها وحنش قبلها يدمر كشرف كذا إلى لي، وضد كل عاسو كل ييدا لقي إلى لي وبهنت الله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سائلك سلطان الأباد حولي هاي شيخنا واجي هروحناها ميجا كوسو كري وحنا لتشوقي هوي يا أبي القرآن كان بعديها يعني كبرتي كدي مقالة يعني سوء هذا يعني القرآن كي علمي جوسي كرر صدو حتى علمي جوان برتي مقالة يعني نشوقا ومعلم القرآن أيانا هاي أبي أيا دور تشيري قد البضين عن بعديها وراعه وأنا كدي لي مركز الشيخ أخرين كاس عاصن لما نقنية ها عقل والدين بات لأن وحوي أباك قال بعديهم وهدوك إلى ما وح شرع هذا خلاف صنبك وأمري صوح إسكبرنا الماهي ناد بادي هذه المقالات تكتبها وحيا لها مباحات كي إسكبرنا والد كأمر كي سواج بوك اللي ما ندي ذي كريسي لأن شرع هذا وح خلاف صنبك هدوك وأمره أم بعد عاصيني أما وحيا لها مباحات حتى مستحبات وحيا لها يعني السنة واجب كأهين أمر كوالد كو هدو يمادو والغتك هدوك يلا هدو السنة هاتوكيني نمحو أهي هوش عيسو قبو والسنة دي هذا نهوش يسوى فتشين كري السنة كاتك واجب كي سقو مركا أبا بادي ويمو يريو كدبنا ما أذينا مع عاصبات عاصبات وإن هذا ورك والد كهي شو حنظلة ابن خويلد العنبري نكليلا أيا وحولي يا هاي حلقي دقالكي معاوية إيو علي أي شرين أيا وحولي يا هاي أنيقو معاوية لتشوغا إذ جاءه رجلان يختصمان في رأس عمار لمن با معاوية ويمد لو ذا نوحا يسكو هايستان مضيحي عمار عمار بن ياسر نوال بوحولي أنا دلي كل واحد منهما يقول أنا قتلته أنا دلي مركز أوحولي يعني وحو ربا أبا القد من نقصيه عمار أنا دلي أبا القد كيدي هلا يسيوها مركز عبد الله بن عمرو بن عاص حكويري ليطب به أحدكما نفسا لصاحبه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقتله الفئة الباغية لماذا ننسكوها سمدح عمار إسو تنازل بوري متكين كلاهو تنازل ألقنا نبي محمد حان كما قلي بوري سقو أوله عمار وحادلي دونتا كوح كردران مركز كوح كردران بادلي دونتا نينك ديلي دونان وأهل النار أرينتو هالكاس يتاقن تهي كي قادنا يو ككلو تنازل يوه باش حولا لغور هادين يهدين هادي نار تيمت سوني والبيرو كعربة حمار بادلي حولا هالكوسي ورباشا نار با تهالي سو تنازل هالكاسو يستاقي عبد الله بن عمرو العاص معاوية مركو حكويري ما بالو كمعنى أبو كوير وعبد الله يو هذا هو الكلام الذي يجب ان يكون هناك من 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 يكون يعني النبي قلت نولا أبي عمرو بن عاص أيا يجد دعوة ذي وحوي يجد دعوة ذي أباهي مركو يجد دعوة ذي أيا النبي وحوي يقول يقولي أطيع أباك ما دام حيا ولا تعصيه أباها وركي سيل وأطيع وأنت نولي هي عاصني أنت أباها نولي هذا الكسيل أنا عاصني بيقول يقولي ساسا ندين صرع يقولي أباه يبقى يسوق حيي وإذن لص عدا لأن عمرو العاص وحول لص عدي معاوية صوما مركا أباه يبقى واحد إذن لص عدا أبا أمري نبي يقول ها عاصين بويري ساسان إذن صور راعي معاويو إيه ما ها وح أذ ودان إلى وكوقا عسنا طيب معاك المرك حكوي المرك فأنا معكم ولست أقاتل بوي وإذن لص على يا بوي لأنه أبا أمرك أبا قاضني لكن ماذا قال ما يقول يا ليك مسلم دادين ما يبغى أبا أمر كيسنا كي يلي ما يبغى لكن إنا لين الله صعدوا كوحان أنا إسكلك كين صعدوا
أبان كو أطيعي ونديده إن الأمر كيس خلافه سو مارك مارك هذه كوح دقا الله ميسا أبا صور رعكو مرد هنا أبا وحوي لكالي باديه إيقو إمو مارك أساو حال هذا الشيخ وهدان ديدي معاصبان عاصباته أبا وركي سيال والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سائلك صدن يا ستحاد وحولي هاي شيخنا هيس إري عادي وأن ترحان لهم ودتا يا نبي أمان لبضبا هري درما لما موسيق لو قطمي حدي دي بيضو عدك لي لو قادو تبدأنا أن دقيستو أنكو قرن يا إن قلبك يقول رع رع يا موسيقي هري لو قطمي أتنتاس دم بميق رعايا موسيقى أولا دقيستو أما قلبك أو لغو مشغولي أو رع رع وحران حديث النبي جينا كعده صلى الله عليه وآله وسلم أما موسيقى كلجي ها هذا أما موسيقى مركزي عد إياه صوت إياه هس إياه الله صعود وحاكتوس هي حديث فربضنا وكم إذا حديث ككوي صحيح البخاري جي غير كي النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف ومضى إذا وحاكم من نقن دونه إيمان دونه واي ضد بنيسان دونا زندا يا حريرتا يا خمرضا يا آلات كان لقراعة يا لغو عيارو وموزيكو كميدي ضد بنيسان دونا إيمان دونا بالنبي صلى الله عليه وسلم وي بنيسان دونا المعنى هي دوحة محيطة بمعنى ما بنانا صومه وحاران لك وي بنيسان دونا مارك ما بنانا وانا سيدة جماهير أهل العلم يا قبان موزيكا يا الحان تلقراعة إنا يسان بنانين ألا تلهوي تاهر توامد ميد لبات هدي محوها تحدى قبيقة أما برامبركة أما وحي هدي تحدو أين مركاسي معنى أهان حمين وحا أي شيء يسير كهال ليس هدو يهي وحان حمين أما إسكبنا أما وحي لا شرعاته أي أقشا هدو يهي سي أهان تيدا إني تحتهي أما قويتهي أما هستهي أما أون تحونتهي أما برامبرتهي لب ملاه ومعنه إنه سنه الله سنوه سيدنا وحكتوس يا حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشعر بمنزلة الكلام قوي يا هذا التحني تحديه وسيد هذا العادي وكلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام كيس وناكسن معناها معناها وناكسن وحلم إذا هذا معناها وناكسن ميت كيس معناها حنا خلدا حمبارسنا هذا الكلام معناها خلدن حمبارسون بولمدي أو الحجمية معنا مركز تحدى محوها وأون هذا حلفيرين يا محوك هاللي هاي حمبارسون تاعي محوها هذا الكلام معنى يسوع هاي وخاري غير كي بسوس على حديث كاس وأنا حديث صحيح هو ساس دردت بنبي جن صلى الله عليه وسلم ما جبيه كيرين ونبي وجبي ما ألف كيرين والشاعر ما هاي صلوات ربي وسلام عليه لكن كان يتمثل بالشعر أبيات بمرك غاركود اللي هو التريب وسوق هذا الجر رسولك صلى الله عليه وسلم ومثلا وحاكم إذا عائشة وحيلها ذهي كان يتمثل بشيء من الشعر ها سواشا سلويدي مركا سواحي تري كان يتمثل بشيء من شعر عبد الله بن رواحة قوي عبد الله بن رواحة قاركم إذا سوق هذا الجر رسولك صلى الله عليه وسلم ويكم إذا مثلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي سيدوك للشريد باوحوا لي هاي استنشدني النبي صلى الله عليه وسلم شعر أمية بن الصلت أمية بن الصلت ورق جاهلي قاها لنقويابوها النبي يقول بالقوي يسي وحكم إذا يتري مركزان أتري يقول فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي هي يعني وانترين يا بوله هي ذو بمعنى بحوي هي 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 مركز شيء أبوك سنتو شيء كذا أرطين لقوة يا هي دساس وي معنى مركز النبي يقول له بالوض 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 هاي 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 مركان دمية بحوري مركان بقول بيت مري أي النبي وحوري صلى الله عليه وسلم إن كاد لا يسلم وحوس سجيب ورقك ويستعج إنه يسلم مركا يعني وحوي قبل جاء يتحدى سيا كتي ما دبا هدي معنى هذا الصحسين يا مركان إنه موسيقى ودنين لقي سجيا ده يترين تهذا يقدم له علمي بالغو تريا نقم بالغو تريا قبابة بالغو تريا معاني ده يحمل بارسون طيب كلبا أي كحرن طيب أما موسيقى وسوق سدي سحارم بيها أما
هلا صعدوا هيس هلا صعدوا أما قوي هلا صاروا أما أناشيد هلا صاروا أما حتى من مر قارك النبي أمان يهلا صار محوه هاي من مر حتى قرآن كلا صار مركا موسيقى بقرآن لا صاري وبنانان مايو موسيقى وموسيقى ماشوا كوي مادو الله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سائلك صدني أفراد حولي هاي شيخنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أنت وأن وضع جعل هاي لكن مركا متقولني سكدوان سدا أصحاب تكلاء أنو جعل هاي مو جعلان كرا دم بسم يجس وقارية صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جعل كودو ودين النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق ما جعل هذا الروح المؤمن هين من النعوه روح المنافق هين تدرك الروح صحابة نعب أما وحكا الشيغية ومنافق مركا شعيل كودو دين واحد لأن لو حنا كنا علانا إنها دور كي يكالين تي أي كل هايين نبي إسقرب تاجي صلى الله عليه وسلم دين تن النصرين تهذا أبالك أي نقول أيهين أن نغلفتنا وأيج الجهاد كودي الددال كودي هدون الشري لهين دين تنا مسوق عليه مركا عيد كسطو ومضى مسلم ككمد والصحابة كدم بيا صحابة النبي محمد بيؤدي ميسين أنا أقول مركا أودي ميزانه يدين نقول إيهين هذانا نجمع يستاهلان إن وح كشان إن ندعى النووي والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا مركا وح ودعى إن قلبنا حمار وقبل من إن الشعلة ذن وادين وعي معنا أما إن قار ككلا كسي شعلاته لملا لأن شعيلك قلبك كتشرى إنو كلبتاي روح وحو خيار لي مبهبا عرور تاداد كالتشعلان بسلامها قد كالتشعلان ومحوها صاحب ضابات كالتشعلان كالتشعلان شاها إيه شعيلك وانا مدى إلهي يرتوارك وتعالى ولن تستطيع أن تعدل بين النساء دمرك إلا وذقبي أيو ألا وحولي هاي ما أوذي كرتان إنا شعيلك أسنتان مرك شعيلك الله مسمي كريو طبعا واكل بدن يا مرك كلا بدن شدا سيدي ملا هنا صحابه قار كم اذا سي جعلاته او جعلك او زائد نقضه كو كلا كبدن وحديبه ملها الله اعلم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سائلك صوتن يا شناد وحولي هي شيخنا لا درتي ما كو جعل هي ادونك ميل وناكسان اخرنا لا تنعي وكلمي حفظك الله سؤال شيد وحيت هي وحجرا وحلا يرا بشهر هرمرسا او بنقيدو اي بحيان وحلو أقول يا هاي تتك قاطة مشهر كتشوك تدأ قف بقياس يذا أول قياس قادنا يو أنت أو قاطه أنت يذا أول قياس قادنا يو أنت أو قاطه يو أنت سنة أو مشهر كهلي وحلو أقول يا قف ك أنت أو قلاده بالكستة يذا أول قدر يو بنك يذا أول قدر يو بنك جا أو بنك هو قدر سنة يو إنترست أما العقد الصارة تصال قفك وحلو أقول يهي إنو قاطو بقول كن أوكين يشيلنا مركو قاطنا وحلو أقول يهي إنو مشاهر كيسا لغا قويو طبان كن أو دولار طبان كن أو شيلين أو ويديس لآن بالكستا لغا قاضيو مركاز شيخ بانجيك وحاو دول صارنا يا تصالحان لعق لبكن أو شيلين إسو قين لعقتي ننكا لغا ربي وحي نقون إسا بقول يلباتن كن أو شيلين أرنتاز شيخ كورن arintaasi waa riba iska cad laana bankigu lacagta uu ku siiyay uu ku daymiyay kadibna mushaharkaagu in yar uga goosanaya hadii intii uu ku daymiyay uu aad soo celin lahayd waxba dheereyn qardi xasan waa hadii laakiin bankigu wax saaranayo lacagtii uu ku siiyay hadawna mushaharkaaga intuu ku siiyay in ka badan uu ka goosan doono markaasii waa riba iska cad waay loanka iyo qardiga bunuugtu bixisay caadiga waay wuxuuna soo galayaa waa qardun jarra manfa'a waad ribawiya saaran kullu qardin jarra manfa'atan fawa riban deyn kasta oo cidii bixisay naf'i u keenta oo uu naf'i ka helo طبعا انه مشروط هي بشرطيه وحويا وربو
وقاعدة الإسلام أقول ياها نصوص تناكف عليها. مركا بنجيو إحسان ما سمعي. بنجيو سيد هذا بجهة معها charity معه. شيء إحسان سمعي صار. ذاتك واحدة يميز معه. بنجيو وجهة كان عصيواه. معاملك استوى وسمعين يانا أسوح وكفيرين يا محا وكشرة. محا وسهرا. معاوضة واي وحدتك وكل معاملة هذا لكن معها. يعني إرفاقي إحساني هم يالاكتس سيداس دراديد معاملة داس سواري بو مرمرك غار كود بانجياد وحيكو مقعابان وحاي ساران ايام حوغاقا يددك سيسيين وحيكو مقعابان خدمة اما مثلا سافيس وحساسوك لكولي مقعال بدلي حكمك وحوكا بدلو ودام معاملة داي ربوي تهي تلاعب كان مرحيضا يكون عيارا يعني بنوك خاصة يكون إسلامي قال ليه ده وحوي وحق بدل ميس بل النبي قال صلى الله عليه وسلم هو ينوش يا إن أناسا من أمتي يشربون الخمرة يسمونها بغير اسمها أبو النبي صلى الله عليه وسلم وما ده إذا غير كم إذا خمرة ده عبي دونت مجيء خمرة ده اللي قوي قانه مجع أنا هاي بينو بحين دونان أيقو مجيء كبدلي أيوه النبي قو حدا النبي قو حلي وخمره يا هذه هو مندوري هو خمره هذا هو مقعد دون طوبه أما قاط أبيه أما حشيشة أبيه أما واحد دون طوبه مندوري هو خمره مقعد أيضا كلا دوان معنا ما صميني ما إن كم بدله يا مس ما بدله وبدله هدو بدله هو خمره مقعد أيضا أتقول عيارة إزانة أتقول بدون إزانة إني وحكوبة بدشانة سامين ملها مركب وحوي صافي سويان يخدم مد ويان إيوه وحويان وحوي بدله مس والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سائلك صدن يلي حاد وحولي هي شيخ مقع لقوقة توكب عندها وانا هين مقع بها صحرا قفك واحدا بيا مياك سوكارية هدي شرعيك وقوقرا يهي سما استعمال كرا مقع سوما كوحج كرا وما لوقية لكرا شيخ شرحات نقا سيارة نقاس أصل كوحوية ينوس الروح أبتر كيسا يمقعيسا يمقع به ينوسا بدلين بأصله لأن إنه روحه كو أبتر صدو أبتر كيسي الصحدة حميدانا هاي وخلد وين دنبيه دوا وين بو كميدي هاي وشراعة دو كعبرتا إنه كفرية يعني كفري قو وحالة قوضة حديث كورت وحوي حديث كأوي ذرن با كميدة حديث معناه تلمامي سبخاري مسلم يسوس هارين رسول كحول صلى الله عليه وسلم ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفرا مجر الروح إد أن أبيها أين شيئاً السجو أق أرنتا إني خلدنتها إلا وكفرنا يا ومن ادعى قوما ليس له فيهم فليتبوأ مقعده من النار ضد أوسن كم ذهين عدي شيئتنا مشو النار تكفر إسال الله وديار جرو مركع أبترك ومهم نصبك ومهم أبتركنا ومهم إلا إلالينا ومهم إلا برتنا ومهم تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم بالنبي صلى الله عليه وسلم نسبك إن واحد كبرتان واحد كحر لسان قرابة ديننا أبتركوا مركوا مهم الله حفظه الله إلاليه تاسوامت حديث لكن روحه وظروف تقاركوت أي كوكالفته السجون أبتركي بدلين حقوق دي أبتركي أحكامتي أبتركوا وتين أو حبك بدلين وصيدة دو إلاليني هذا من مركز قارك الظروف تكوك اللي فتوين الدوكيمنت كوك قرتو ما يجي مجانا هاي مركز واحد يكون حلو أنت وحكم كل راعية ظروف تأوجي شيء أنت اللي أكتهاي حاجة ملحمة ضرورة مية يعني واحد ويان حاجة ده مركز أوجي شيء محا خيار هذا أوفرنا مركز واحد يكون حلو أنت وحكم كو باهي ده مركز هاي شيء الظروف تهاي شيء تيكون حلو أنت هدي وصيدا كل عضو هي هدو خلط كوك تبا دوكومنتيغا مغا كو قوراني عبادته او سمينايو وخمي يليو وا مساله تيدا كلو واحد هدي اد مخو اهي مغاغي مغاني كوغو قوريه عباداتك سمينايسو سامين كوملا حجك هدادكو اد باسبورت كانا سامين كوملا لان اصل اهم با حجكني باسبور بشرطي وما صوما دولدان يوايان اسبدل العالم كيون با هدا نوغو خيره لكن شرعة الملك قتها لما جرتوا روح أم بسربور وذن محجن كرو
صوما شروط يعني حتى فقهاء دقيقة كويشر تباسبور مركا ما دام وصل كميت باهين عبادتنا تسمين يسمين الله وكما سوى قلبه وهم وحهم وسيلات جيد كسي مريس سيدا استرادد عبادتنا سامين كمالا صحة ولا بطلانا تونا وح سامين كمالا تن هاي سشدي سنوحي كحلن تروح أي كل بظروف تمركا وقين إيسا هاي ستا والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سائلك صدن يتضبط ولا بس سؤاله ذو سهوان هالقفصة وذقري شيخ فرق قول دحية قفك مسلم كاه ودن قالت شوغا يكون وطن إسلام شوغا محوية هاي موسمين يهين سواح والبا مسواح تروح لو كو كرابا يوه قفك ودن كقالة ودن ماذا قالت شوغا سؤال شلابات نوحي رسودو كلا شيخ قريها ودن ماذا قالت لغا يبسدو و أي قصب تحيين على شرعي قودة مرتو و انترست أما ربا لغا دول سارة يوه من ربا سؤال شهوري أو ضدك مسلم كي وضمد قادل على ذكون نول يكون رول كمسلمين تكون نول وحفرقي مية عود حياة جوابتها في الأصل وحين أسكي ما نسها فرقي عود حياة أصل كشرع عدو بين آدم كتكليف تأي صارتي وحقوق حرية كل بكرانكيس قاعدة أنا وقاعدة القرآن كنا الشيعي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أشكت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم يعني وحيكوح لنتهي روحا تكليف تسارا قدر استطاعته وحسن كري كرينين مكلفكما ما دام أي سيدة استهي روحا مسلمكا مستضعفكا بلاد قالدا لقاقت ربادن يهي نظامك كتليا وقال يهي كوهو صنول مستضعفكا وحيالا بدون عذر دارو ليه هاي أو صن لهاين روحين الظروف تاسي هاي سنين ويكل الدوين المرك سداس دراديد با الله تبارك وتعالى قرآن كمل كم إذا أيجا لوسي ظروفه هذا خاص كتحكين لوسي هذا مثلاً بقان وكله وقال هذا سيكون سنوليه كبقان نفطاضي حوله هذي وكبقان هنا يأمه تين كرام وحي يكون نبض قلان يجو قلبي هذا إيمانك إسلامي ماذا كشر عليه لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ظروف بيكسوا جيهين وظروف تي يكون أولايين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مركي مكتشو جيه هجردون كواعد كات صدو كاليات مستضعفين تعتبرت دران مالي أهجروا دان نآن هينين dul kana dul gaalay yahay oo lagaga xoog badan yahay ayagana waa ka ilaahay u cudur daaray hatta haday ku dhintaan ka ka hijroon karo way midka oo diintiisa intuu muujisan kari way hadana dulka ka tagi way kaas way midka eedaysa laakiin waxa laga soo reebay kuwa aan tabar lahayn inna alladheena tawaffahum almalaa'ikatu dhalimi anfusihim qalu fima kuntum قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون السبيل فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا مركا روحا هدوسا هيسن المهجر ميلو يهجروا ذو مستضعف نؤوي هي إله روحه قالك رأينا شرعته وقلاته إنه إيمانك سقر صدو أو إسلامي مدي سقر صدو ما له عرنا ماله وعد أقبل إذا ما شرته بلد وآدم ما شرته ماشان ولا جحوك بدنيا هاي هل يسبو قال يا إنه قرصه هدي قاعد حير حتى إنه نفتي سهلس قاله وحلو أقول هذا اللي إكرهه إكره حقيقي ماد وحلو أقول حتى كلمة الكفر إنه عرب كمرين كرو أما موتشسن كرا يسوء بدباد وحصل المركب وحوي ورخص ك يفضضين تشرع عدو أي سين يسوي ضد ككون نال ظروفها لجوج حق بدن هي قال له هص ضد كون نال إسلام المركب أنا تبرنا هينين أنا نهجرون كريم كل بقياس تا أي دين تود كجرب رقم كران أودوا ليهم بلوق كلي أما روح كل إحنا بلاد المسلمين تسوى كدوية حرية دو هيستو يودو هيستو يويك بدن تاعه سيداس دراديد meela fara badan bay ku kala tagayaan oo isan isku mid noqonaynin iyadoo laga duulay qaacidadii aan ku bilowno ahay ya fattaqullaaha
ما استطعتم كاني انتو كاري كاري وصورتقال اه كاس صورتقال اماه مركساسي كوكالي تيان حكام فربضان باي يهي كوكالي كتسنانيان والله وظروفتو كينيس والله أعلم مدى لبعض وكوسا هبسان بلاد دقالة دا القريه اللقاء إيبسان الرباضو ساران تاهي مالا إيبسان كرا مسألة داسي ومسألة أي علماء دا يفوق هذا ما أنت تشوغاي أي آدو قحال لين أصلاحان ربا مالا كتبا دا وحرام قرآن كي السنة دا عدي وإجمع وحلقا هاللي وحو إيقو ميشي توغان ضرورة ما كينيسا إني قريها إيبسدان وربكو إيبسدان ضرورة ما تشرتا هير ضرورة ما قارسيسن تا يمسو ما قارسيسن علماء دا عالم الإسلام ما انتشتو كجماهير تودا يما جامع دا فقهة إن تودا بدا وحي قبان إني سنشرين ضرورة كيني كرتا إني ربكو قلان إني سن قروشالا هاين بي بدا كود قبان لكن ويتشيران رق ظروف تا إيادا مركي قيميان لهايا ظروف تاني وظروف ضرورة كيني كرتي كو إيبسدا وفصحي ويتشيران غارها وحاقو بدن علماء دا سي غربي يكونون مريكان كا يوروب يكونون ايا او بدن كو عالم العربي تشوغان واكمت مركا مسألة دو أسألهان ربادو حارم لماذا دا الإسلامات ديدنا لكن واحد الإسلامات ديدنا واحد ظروف تضاد كاسي كنو ليهين ضرورة ذي شرعة أفصح ذي إن لجلي كرو ما تهاي مسماء هوا مسألة ده سنة وقيمين تواقع الله قيمين تواقع على اجتهاد كذا ولوك للدوانان كرا ومسألة ده واحد تحقيق المناط كيو تنزيل كيو مسألة ده اللي إلهه ذو ولوك الأرض أما التأويل بره ولوك الأرض الدوانان كرا يا سيدا إلى حق بدن والله أعلم وحوي إن إنسان بنانين إن ما لبا ربا قرية لغو إبسدو لأن وحو يددكو من دو حكا لا خياراتك لا تشيري كراو لغاكا في تومي كرايو يعني وحو بعض المشاقة بها كجرت والله أعلم جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سائلك صدن يا سديداد حولي يا هاي شيخنا واحد جرا فقبر قبر لا يلقبو قبر داس واليغا قريي أمانو غين قبر داس عقبضة بضن أيان كراكو المي وإلمهي وقدن بيي مركان دلاي وحان مريدي بوين وحالي يقسمي السحر nikina waxa laga xiriiray gooshi oo ciriiri ayu dareemayaa markuu isa fiiriyo marka sheekh furriin ma dalban kara maadaama aan dibkaas in muddo ah aan hadda ku jiray mas'alada ku saabsan in gowdha la sixray ama wadaadkeeda la sixray tabaanna ay tuunsan tahay in islaanti dambe dib laga keenay sixirka ay ka dambeys sida hadalkeeda ka muuqata تهمذا سي صحمة أريد أنا لما جزمين كريو بحي إلي هدي يضو أينان قرانين مرخاتية يعدين أن لوهلين وتهمو تهمذا إله يحويري يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا تهمد قاركيد ودنبب عليه تبارك وتعالى تاوامد هذه يضو أن قرانين وأنا سحرين لهن عدينا الله إنه عدين توامر خاتيو مركز واتهم عدين تم النقوان كرتا إن محوء هاي روحي تهمد أي سارنيد إنه روحك لحلو ومركي القرآن صاروا وكلوا ويلاهذو ويلاهذ مارتي أما عيدي كده حاضر شو تراد هي بالباس سحري هي بالباس حكو صوت ري كان على السمي عدين ما تهي لعسكن كرو مايا عدين ما وحينا عدين وهين عدن هل يسيا واي يا واي مفارح ما مسوى محمد وحلي يقان ما وامد الاواده حدو حتى امغع شيبت ادو مغع شيكتو شيطان باسو غلي كرو او ميشا مغع يا شيغان كرا وين فضلت وين فضلت عرب الروح انا وكو هادلي كرا نبي محمد صلى الله عليه وسلم قرانك اخرين يا اخرينتي واخرين هي وش يو شيطانك عض دحقشدي وما ارسلنا من رسول ولا نبي الا اذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته
فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته والله عليم حكيم. صوما يعني الرسول كي النبي أخرين تيسي و أخرينها هي القرآن كبو الشيطان كي وحكو نحضريه مركزو أنتو كل نحضريه وإلهي باكساريا أنتي سحد أهيد بو الله سوغيا مركا أنبياء ذي يرسوشي بهدو هذا الكودي واحد حقلين أيو وإلهي كصفين أيو روح بني آذين وعادي أنتو صور نحفريس صور نقال ما نحل كرو يا والله قارقو ذو حيقولين وذو القرآن ساري يعني مسلم بان هاي بيوري مسلم بان هايو فارح بالله ويسقى أنه شيخ تينو مسلم هي شيطان كسوما شيخان كرو إنه مسلم هي وشيخان كرا إلهني بو بشيخان كرا مسلم سكب الداي إنتو سو يستاو كله كرا نبي محمد دابان هايو سوما شيخان كرو يسمى أكيسين كرو نبي محمد صلى الله عليه سور كيسما قادة كرا لكو شيخان كرا طيب مركبو كرنا حالله يو وحو يولي هبل بانا مسلم بانا جين مسلم بانا هايو هذا مسلم نوار رنتي وحبا كمجره شيطان واي وجددي سنة واحد ويان إنه هلك صور دحمرو ضد كنا إسكت درو يا إنه ضد كإسكت درو أو هو عقل غير كفى إيديست وذات كي القرآن كوحسارة هي مسكين كها أيوم مريا وذات كي أمرك فافين وحول ما مغشها والله وسحر يا كل سحر إسلام تقول له لقبي وعيدا شيطان وكاس جنت شيطان واي لأن وحن أوفافنا هي هوشي شيطان شقد الشيطان كقبنا يا شيطان با استعماله يا سيدت كل سقدره قرابة اللوك اللي دلو ضد كأهل كل يوم كل دنيك يحاس كيس اللوك اللي دلو آفد الله فافيو سيدس دردد وحن هلا ياي لما هو بق لما نعسكن كريو لما نعسكن كريو إن دل التهمو لما نعسكن كريو وحل الشيء إنه حقيقية هاي سيدس دردد أرين تاس وخلت أرين تاسي قرية بدن باكو دمي أف بدن باكر نعدي تد بدن باكو كل عرري ودادنا وحوران سارة قار بدن بهوشة قلي وكو أفو بي ونوكسون لها إني تد بدن إسكو درين هوشة سمرك وحوي هلا جوان تومو وح آدي هذا للسؤال تامرك أنت على جي ما دو جوارد ديب كشيء جنس ولا وداد كويس بدلي مركو يصاب في ريا وابا وابا محوه هاي سيدي هرما هوشي جوجش أنا ما بهي با يا هو عاجسي سيداس درادي فوريتان ما دلبان كرا هديتا وحن قولي لها انت هذا وردع الولاق قرسي دي اذن تهمين اذيك خيار كوفراني وحوي وداتكي هدو تبر لغي وصريرتي تبر لغي اشردي يود نولانشيهن وكوكو اتكاذي فوريتان ما دلبان كرتا هل كاوي خيار كوفران اذن عدنا تهمين لان وحوي هوين ايدو هدي اي يعني نولاشو كو اتكاتو نينك اللان نولان كري ويد أما ما هي حقوق ذي أي ويدو حاسنمو ويدل بنكر تافوريتانك سيد أنا واحد تلمام يا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحمد الترمذي أي صوصارين من حديث ثوبان نبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة هويني كستو نك هذا فوريتان ويديسته أيضا واحد بشرين واحد كليفة يؤسن شرين شندا ودقون كي وذيقي ذي إيو صحن صحد ذي عرفته ذو حرام بيكطه وحصبوه كياني سينا فوريتان ويدس ماشي محن كفهني من غير بأس هديك شرو وح كياني سظروف كياني سهديك شر تمر كوي بنان تايو وأنا مدكوا إيماني صحيحين ك حديث كي امرأة ثابت بن قيس ثابت بن قيس صحابي قاسي حسكسي واتي رسولك أوتي صلى الله عليه وسلم وكنت الرسول كإله يو ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين لنك أخلاق يدين منك عبين مايو أحبك الشيء مايو لكن سيكلا نقول بصدق ولكني أكره الكفر في الإسلام وحن كي أبيا أنا مسلم إنا قال ما قلنا بمعنى وحوي حقوق دي سينا قدام وايو إنا كحد قدبو إنا كسو بيح وايو إنا هلك الدم بيعافي يقصر رحضان كي أبي ساس درد إنك نسلها إلا يقرنه ما لشو يكره لا بتشوف كرسي مياه إلا وإلا بلتشوف نبي محمد صلى الله عليه وسلم أما نع أما شعلو أما هالشعلان هوس تشوف نبي محمد صلى الله عليه وسلم صورة قلما صوب صلى الله عليه وسلم مركب وحوكوي لي أترد دين عليه حديقته بيرتي ومهرك كوسي ما هو حلين إنسان مركب سيد لها وحلين هاي مركب سأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسقي وحوكوي لي وربيت قاضو إسكفر برسول صلى الله عليه وسلم
marka uu furay sidii uu ku furay waana masalada loo yaqaan khulu'a masalada khulu'a inagana Soomaalida aan dhahno dalqada iibsiga aan dhahno waay tayib marka waxaan ka wadnaa khiyaarkaasi waa u furay gabadha hadii ninka dabeecadiisu beddesho hadii la noolaan kari waydo hadii guriga xiriir ay gasho hadii ay dul qaadan kari waydo xamili kari waydo nolosha ama ma aha ay xuquuqdii gogoshaba waydo way ka waydo marka furitaan way dalban kartaa haduu furitaanka diidana xaq waxay u leedahay inay isfasaqdo oo maxkamada sharciiga marka ay tagto laana xuquuqdeedii ba maqan waa inay xuquuqdeeda raadsato inay u sabirto u dul qaadatana ka fiican oo khiyaarka in la isu sabro isaga dul qaadatana waa sida ka fiican waa wallahu aalam jazakallahu khayran barakallahu fiik saailka sadan iyo sagaalad waxa uu leeyahay waa hooyo waxay tiri sheekh waxa la qalay wiil aan dhalay hadda ka hor markii la qalay ayuu kooma galay wiilkii toban bari ayuu koomadii ku jiray isbitaalkii ayaa bixiyay lacag magdhow ah oo $350,000 ah oo siiyay wiilkii wiilkiina uu ka kacay xanuunkii alxamdulillaah haddaba lacagtaas yaa iska leh ma wiilkii mise waalidkii wiilka aabihii wuxuu yidhi aniga ayaa lacagtaa leh oo maamulaya wiilkuna caruurta kale ayuu kala siman yahay ee saxmiyaa diiniyan haddii jawaabtu noqoto waalidka ayaa leh lacagtaas hooyadu barkeeda ma yeelanaysaa mise aabaha ayaa wada yeelanaya lacagtii waxaad isku haysataa waxba ku belihidin labadiinu walaalaa waad ku hardabaysa aldaahir waxa weeye mablaqaas ama lacagtaas waxay ku timid ee khalad isbitaalku galay laana isbitaalada ama dhakhaatiirtu markay khalad galaan maalan qaliinkii ama suuxintii ama waxbay khaldayaan marka magdhow baa ka laazimay inay magdhow bixiyaan marka waxay u eegtahay walow su'aasha ayna ku cadeyn isbitaalku lacagta bilaash kuma bixinine khalad uu galay oo wiilka ka galay inay ku timid haddii sidaas tahay lacagta waxaa iska leh wiilka iska leh waa magdhow isaga iska leh aabana lama siinin hooyana ma laha caruurta kalena ma laha isaga iska leh haddii la yiraahdo ma isbitaalka ku sadaqaystay oo isbitaaladu qayb waxay leeyihiin charity oo yaani waxa weeye dadka dhibaataysan wax siiya hadday xataa sidaa ku timaado la yiraahdo isbitaalku wiilka dhib uma geysan magdhowna ma ahayne laakiin ihsaan ahaan buu u sii hadii la yiraahdana wiilka iska leh laba goorba aabana meelu ka soo gala male hooyana meel ka soo gasho male allahumma haday baahan yihiin oo hooyo ama aabba baahan tahay xoolaha caruurtooda wixii baahidooda way ka isticmaali karaan anta wa maluka liabika way markaas ama milkiyada iyo lahaanshaha wiilka iska leh xoolaha wiilka iska leh tayib haduu wiilku yahay qaangaad xoolihiisa maamulan karana isaga lagu wareejinaa haduu san qaangaad ahayn ama xoolaha uusan maamulan karayninna aaba u haynaya u maamulay oo marka waxay soo galeysaa ayadii fi suurati nisaa ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا الى لغا غادو اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ادوسا كفيلن خوليس انو مامشو مركا وليغيسا او هينيه والدكا او هينيه والدكن خولها و هو او تصرفيا مصلحه علمها مشو دغي لها waxbarashadiisa isbitaalkiisa baahidiisa markuu gaaro inuu isagu maamulan karana uu ku wareejinaya marka xoolaha waxa iska leh wiilka iska leh hooyana male aabana ma laha isaga milki u leh wallahu aalam jazakallahu khayran barakallahu fiik saailka afartanaad waxa uu leeyahay sheekh qarihi soobe dad badan ayay dhibaato ka soo gaadhay dadka qaar waxay u baahdeen dhiig in lagu shubo dhiigag badan waxay ka imaadeen dad aan muslim ahayn marka sheekh dhiig uu leeyahay ruux aan muslim ahayn ma lagu shubi karaa ruux muslim ah hageeb sawi dad badan oo gaala ah dhiig u bixiyaan muqdisho gaala badan ma joogto inta badan dhiigaga muslimiin baa bixiyaan maleene gaala meelaha siiga oo baqaysa ma tagaa bal allahumma dhiig meelaha laga keenay in loo keenay maqa almuhim dhiiga ruuxa in lagu shubay
ديكو صن لهين وروح كلا لجاك يعني فرق ما له حكم كيدو ينو ديك عسى قال كسو كيدو ينو مسلم كسو كيدو لأن ديك مسلم كا سيد اللوب بدن يه دريرية أو دم مصفوح ديك دريرها ونجاس سيد اللوب بدن هادو قال كي ما دنا ونجاس هادو مسلم كي ما دنا ونجاس بعض أهل العلم بقى بين الطاهرية لكن مسألة خلاف كده هذا مسي قالين طيب تامرك كلقات ماله ما قال بوكي مسلم بوكي قال بوكي وحي كجد ويه العقيدة ذو ذا يعني نجاس إنما المشركون نجس لكن سيدا كله دي كودة يدعان كودة أفكا إيو معاملات كودة كله الأصل إنه طاهرية هي أصله تاهر تواميد ولا بدأ ديك مسلم يقال إن لوك لقادة معنا ما سمينيش طلبات ديك سيهانتي سبع أو مسلم هكي ما دام قال هكي ما دي الروح حاليس كتير ما لقوا بدبادين كره ومسألة خلافية وحرقوا كتير كتير ماها لكن ومسألة معاصرة علماء دون وحي أوب بدينهن جماهير تودو إن أي بنانتا هاي مرنا أي واجبي سبع وحين أكو بنانين سيديك وانيشاسو أو دم مصفوحا فإنه رجس ونجاسو لكن نجاسو إن روح لغو الشباي ونفتي سين لغو بدباديني سيدة بغتك عنيتان كي سوى شرعاته وقلاته بيتنا وقلاته ومركو إلهي يلي أو دم مصفوحا محرمات كمركو الشيء ألا وحو كدن بيسيي فمن الضر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم حالد الضرورة إن بنان تهي بقرآن كده بردقه مركا وحالد نف بن آدم لبدبادنه إسلام مركا أنا عدة ديك لقا قاضي أنا لبوين أوكي سنين تا وحكوين بعلمته كهالله تا وحكوين أي كهالله حبناها شركة بن آدم أو كان انت لقا سار وكهالا قليني كلي كسار كان قلي يا والله هذه والله سمين كريبة حتى وحكا لهم فوق هذا علماء المعاصرين تا والنقال انت اللي قصه صاروا مسلمين لو قليوا او والله هو ماشي قال لي ماذا اسلام لي ماذا فرده يقول فكذا صاروا حكرنا ليس بسالة لينا والروحا والله قال هذا لو قلي ميو قالوا بيدورا بيسا مسلم ولو دورا حقا اللي قطريني ومسا ايش علماء قال لهم marka wax ka waweyn baaba dhig laga hadlayo xubnaha la isu kala qaaday xukumkooda maxaa ka dhalan kara waxaan u dhanba laga hadlayaa hadii iskaalku yahay marka yaani dhig galba galay ruuxan kada iskaal iyaduna ma leh laana dhig marku jirka galo waxa ku dhacay tanaasux istixaala wax la yiraahdo ku dhacays dhig marku ruuxa gudaha ku jirana sidiisaba wax gudaha ku jiraay nijaasnimadiisa iyo daahirnimadiisa shaqo kuma leh adiga imisa nijaasa gudaha kaga jirta يا إن لقى هذا مساجي نحفر فلنا إمي سني تشاي لو كشرت صوب بنا وحى مركب جوده هنا كشرة يبنان كمركب أصوب بحه أم بحوم من تشاي ساق هذا نيا لكن أنتو جوده كشره إلهي إنما ضبرين صمارتان مركب سيدا سوا متى كل واحد بدل يا ليجو مركب جوده قالوا شرايين تا يحديد هذا وين مركب قالوا ودناها ليجا وصوته في يبارك ودناها يعني إلا إنتاس أو صوته مركي صوته رجع مركي هو بابا يسبدل ما كنا عليه مركي واحد وين ما لحنك كهاد قلب وكسو شيء ذا وسواس بدين يكون قليل أو واحد كوين بابا شراء روح مسلم واحد شراء قال مني دي سب الله أبو ريبة صوما يخرج الحية من الميت صور كذا واحد كم ذا روح مسلم oo laga abuurey nin gaalabiisa asagoo dhan buu ka abuurey gaalbihi adigu dhig yar oo lagu shay baad ka hadlaysa marka maxaa dhihi waa masaayishani marka wax weey dib male mafruuq min hawa ruuha adii labadbaadinayo badbaadintiisu kan maarmi weeydo dhiga waa lagu shubi muslim ha ka yimaado muxuu ahay gaal ha ka yimaado wakadalika gaalka maxsuumu damka وأن حرب يجا أهين شدوا كلا ليك واتسين كرتا ديك مسلم كا وصاري كرتا والله أعلم جزاك الله خير نبارك الله فيك سؤال شا كوبيا فرتنات سائلكوا حوليه هاي شكو حن قاتا دودر برشم كا وحنا هري سقو أركي حتى أن مالين قادنين إن أن استوى مريء أو إسامين يقول ريبيسو
marka soonkii ayaan maalin ilaa weynaan qaato xilliga suxuurta hooyaday ayaa soonkii iga furtay oo igu tiri dawada qaado waanan iska furay soonkii maalinkaas marka sheekh xukunkaygu muxuu noqonayaa xanuunku hadduu markaa ku hayo inaad u afuri karto markaana aadan xamili karaynin ama mashaqo iyo dhib zaa'ida kugu hayo inaad la soonto marka inaad iska afuri karayso qur-aankaa sheegay sunnaduna waa sheegtay xanuun aad ka baqayso ood is leedahay maantu ku qaban doonaa ma u afuri kartaa intuusan ku qabanin masaladu taas waa waana masalo khilaafiya waa culimada qaar badan oo ka mid a waxay leeyihiin xanuunka aad ka baqayso inuu maanta adoo sooman ku qaban doono haddii malahaagu u badan yahay asagoo hadda ku hayo kale ka dhigan yahay waadna u afuri kartaa waana sida uu rajaxayo ibnu qudaama iyo culimo badan ay rajaxayaan waxa uu leeyahay wasaxiix aladii yaksha almarada bisiyaam kalmariidi aladii yakhaafu ziyaadatahu fi ibaaxati alfitri yacni ruux xanuunsan oo u afuraya haddaad soonto amuu kugu siyaadaa xanuun waa xanuunsan yahay laakiin wuxuu ka yaabayaa hadduu soomo inuu xanku ku siyaado wuu afuri karaa waxaa la mida buu leeyahay hadduu soomo inuu ku xanuunsado inuu ka baqayo xanuunku markaa ma hayo uu iska afurayo laakiin wuxuu ka baqayaa hadduu soomo maalinimada inuu xanuunku qabto waana u badinayaa inuu qaban doono wuxuu la mid yahay isagoo markaa hayo kale wuu afuri karaa buu leeyahay sidaa marka la yidhaahdo shardigaa la qabto waxay noqonaysaa ama qowlkaa la qabto iyo tujiyaha noocaasa marka la qabto waxay noqonaysaa daawadan ay hooyo siisay soonka kaga jabisay waxay imaanaysaa isaguna uu sheegayaa hadduusan qaadanin habeenkiibuu halmaamay isagoo sooman buu xusuustay maalinkaa hadduusan qaadaninna xanuunkii wuu qabanayaa siday u badan tahay waa xanuun maskaxda ah sidaas daraaddeed hooyo warway ku qabanay ilaaba daawada qaado afur bay ku tiri marka masaladaasi waa ra'yi culimada qaarkood qabaan dhib weynna kama muuqdo waa mid waxaa shardi ah xanuunka loo afurayo ama laga baqay inuu kugu siyaado ama inuu kugu yimaado aad ka baqayso loo afurayo in malahaagu u badan yahay lianna ghalabata adh-dhanni malaha meeshuu u badan yahay shariicadu waxay ula tacaamushaa sidii xaqiiqo oo kale marka taa waa mid midda kale maxaa hadda laga rabaa waxaa laga rabaa inaad maalinkii aad afurtay aad qallayso maalinkii uu soo qallay insha allahu tacaala wallahu aclam jazaaka allahu khayr nabaaraka allahu fiik saa'ilka 42aad waxa uu leeyahay sheekh waxaan ahay macalin qur-aan ma qori karaa qur-aan kariimka ah anoo aan weyse qabin haddii aad qalin ku qorto oo waxaad qortay aadan taabanin ama aad baashii la dhihi jiray tabaashiirta maxay baashi sabuuradda lagu qoro qalinka ama tabaashiirta haddaad ku qorto laakiin waxaad qortay aadan taabanin taa iyada hadal male way banaanta leanna qur-aan maada taabanin soo ma masaladii masul musxafka ama masul qur-aankii maaha hadday noqoto inaad taabato wixii aad qoraysay ee qur-aanka ahaa qur-aankii oo dhan maaha laakiin waa qeyb qur-aankii ka mid soo ma aayad baad qortay qeyb ka mid aad qortay waa taabatay waxay markaa imaanaysaa qur-aanka qaarkii taabashadiisu ma waxay la mid tahay qur-aankii oo dhan la wada taabto waa masalo ay markaa ay culimmadu ka doodayaan fuqahada waxay qabaan jumhuurtoodu misxafka iyo qur-aankao kaamila taabashadiisu inaysan bannaanayn ilaa ruux weyse qaba mooye ama masalo iyadana masalo khilaafiya lafteedu mar kale waxaa laga wada hadlayaa qayb qur-aankii ka mida taabashadiisu ma waxay la xukun tahay kulligii isagoo la taabtay oo kale saaqol waa u badan yihiin sidaa way u badan yihiinoo waxay leeyihiin xukmu lbacdi kalkulli hadduu qaar ka mida gooni u qoro ama meel ku qoran yahay taabashadiisu waxay la mid tahay adoo qur-aankii oo dhan wada taabtay ama misxafkii taabto kale qaar culimmada ka midana waxay u banaynayaan arrinta iyadaa inuu weyse qabla-aan taaban karayo qur-aanka qayb ka mida macalimka iyo mutacalimka ardayga waxbaranaya iyo macalinka waxbaraya oo muxuu ahaayey inuu
لأن لو حيليه حاجة هي ظروف باكينيس معلنك يا دليل هذا مر وأنا دوي سقبت المهنة وقران برا يمانتر مانتر ما ويسو هذا. وكذلك أرضي يراي قران كبرنا هدليل هذا إلا وإلا ويسقب وإلمير سبا ويسال الله وكري مركا لمسيس الحاجة واحد وحي لم يتعب إليهين قران كقران محوها الواحدة كقران أما اللوحة كقران وحلم يذهب إليه القرآن كقرآن تفسير ككل حشرة كتب تفسير ككله أما هذا الله كله القرآن آيات القرآن لكل حشرة ككله وحلم يذهب ككله القرآن كله قرآن لعجه اللي إبراهيم تيهور أي مسلمين تستعمل تين قاربة لعج يا قرآن كقرآن طيب أنت صورنا العلماء قاربة قبينا ويسقب أبهرين وأيضا لازم هين وحرواية عن إمام أحمد وي إمام أحمد رواية لجوري وإني صنديب لهين وكذلك مالكية قار كم إذا نوي قبان وحكم كي قرآن كما قادنا يسو أي إليهين والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سائلك أفرتني يا سدحات وحولي هاي شيخ دي أن وحكو دارتوين عن سمين أيوه أو عن سمين أيوه طبعا شيخ دي أن وحكو دارتوين عن سمين أيوه أو عن سمين أيوه طبعا وحلي يقول لي هاي كفارة قد مركا هدي معلمة بدان داري قد عدو محل مر أمبان كفارة قد سمين أيوه مسدار والبا كفارة قد بالي قد لو ميد واي دارتا ادارتي وحات كو دارانيسو هل شيء انو يه هل شيء هل دار اسيغي بات كو خلاليس مركاسي واون هل كفارو سيده جماهير تو قبا مثلا وحات تيري هل نين او هبل اه وعبد اه والله انا عبد الله اللين وحير كذب أم وح مدة كذب هذا وحاتر والله إن أنهب الله لي وصل يسقي هذا روح هو كذب وحاتر والله إن أنهب الله لي صو إسلام إيش يقول ما مركب حلقة صو قاضي يا هل دار هل كفارم بانك اللازميس سيدا سيد جمهور تقال مالكية ذا شافعية ذا في الأظهر يا حنابلة ذا ساسي قبان لأنه وحي ليهم دار تويس لحق ليس تداخل باكر عيا كتداخل الحدود هذو مثلا روح وزنيستو وهذا نزنيستو وهذا نزنيستو ومركو طبعاً قرد زنيستو الله سوقفتو مرخاتي يدي الله هلو أما إساقو إسكيناو قرتو إمي سيحاد بانزارينا يا كون قرميان كرباشينا هما هل حد ما لحذي وآه بمعنى بغول كرباش بالغول فلا لأن الزنا دي فراه بنيه ذو سميه حد كحدود ده دي عقاب تهدي دي بس دحق عليه وكذلك دارتن إسكوم يتكسر نقطتي ويسدحق عليه ساك كفارة ده ذو هل كفارم بالقربة سداس ويا طلبا دي وحوي إن وح أكون دارنا يا وكل الدوين مركوا دار كل الدوين مدول بنا كفارة ده ذو جوني ده لاد مثلا هدو إلى هذا والله إن أنا هيب الله اللين كذب نيون إلى هذا إسلا أسقى نكي والله إن أنا هيب العنت اللعنين هذا نو إلى هذا والله إن أنا هيب الفريسين وين مصدر دارو هالصدق دارو ميدوا فريسي ميدنا وعنتو ميدنا والله هذا صدق شيء وكل الدون وهل روح بحكوس أبصر نادين مركوا صدق دارو وكل الدون صدق كفارو وكل الدون بيبهانت صدح كفاره كل الدون أي أباهن تهاي المحلوف عليه إذا تعدد كفارضنا ويتعددي محلوف عليه هذو مذي هاي سيغاز اسكميت تهاي انت بضن التأكيد لولا تشيضو إذا كفارضو وانتي هلم بدون بين قنيسا والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك زائلك أفرتني أفراد وحولي هاي شيخ مركان تكن أيو قف أما النف حول أه مكدقن كرا سترو هرت السطرة ذو وشيء الروح مركو تكنا يلا الروائين صهر ديوه أما الدرب ينسكو آديو أما التير يسكو آديو أما الشيء إنه كذا هرتي صدقته وأنا الصنع عند الجمهور حديث في رمضان والنبي قال وكسو أنت صلوات ربي وسلام عليه علم هذا غير كون وواجي بيبليهن رواية عن إمام أحمد وابن خزيمة شوكاني ألباني يدورني وحيليه وواجب السطرة إلا صميست صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا ذلك شيء. سترة هذا الروح وسميسته
نبي أمر كيسوي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي سعيد الخدري بكم ذا إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها متكين مركو تكنا يا أوت كذا وح قرية وح معنا كحك سدا وح ماشى مرة يي وح ماشى مرة يبين هذا كلمة شياطين بحد أمرس شياطين بحد أمرس مركو سترة ذا دصميس سترة ذا نهؤلاء ده وهذا برسول الله صلى الله عليه وسلم سترة ذا وح أظهرت هذا دقي يسوع ما أسكو عادين يسوع وح يرو يرد هاجنو أنت هسوكلا كم وخرة الرحلة وكنه بكتر الله صلى الله عليه وسلم سترة ذا إيه ذا مركا سؤال شو حوي حيوان مكدي كراه مثلاً إيه فحولة أو فردية مثلاً أما حيران روح فردية وكلا سترة مكدي كراه سؤال شو أتاسو ما جوابته وها مع الدليل وها وحد دليله الإمام البخاري عليه رحمة الله وحو بابه باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل إن السترة اللي قد يكتو يعني نيف حولا نيف قيلة قيد إيوه حركي نيف كسارنا مرقص وحو كان حديث عبد الله بن عمر البخاري مسلم يسو سارين كان صلى الله عليه وسلم يعرض راحلته فيصلي إليها حاشا النبي قوته انتو ببعه وسيدا سيبلاده افريسيو يو نبي حقه ده اتو كنشره سترة كده كنشره نبي صلى الله عليه وسلم مركا حال فرده ده هده سترة لغا دكتاي بني آدم سو سترة لغا برده ينكرو ساس دراده ده بالمام دسوقي دسوقي حاشيه دي سمامك مالكي ها وحوليه هاي ولو بحيوان غير عاقل كالهرب له كالهرة حتى يعني حيوان حتى بصدنا هالنقطه سترة كان يقول له حتى بصدوا اسكان دقائق بحال الصويريت باش يا اخي كنت لكش هذا سترة كان يقول اسكان دقائق المهم وحوي وإلى يعني وحوي المركه سترة كان دغانيسو اي ملها او بدنت شيء كان انه مشى جوغيو انت الصلاه دا دميسنس والله اعلم جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سائلك افرتن يا شناد وحوله يحيى مقدشو سؤالك كسو ديري شيخ سيد الله سبحانه وتعالى مهند ذلك وحكى صعود إسبدل لجسوب أي أمن جه ذلك وحان التقال ميلا بدن لوجا قاضي أورك الشباب وحين صعود تارين تاسين مدة الشباب تي وحسو وشهري دقال حما بحزن كدي وحي سمايان إن كان عصتي في الرماد دران أي كليهن تكوات كي عن دينك قاضي ترني وين الصهر مرسان لبصنا كان عصتي قار ويبحيان قارنا ويديدين أنا وحن كجرا كوا ديدي لكن وحا أيقوها نجبين ديل وإن أكرد بينيان مركا شيخ أول عك تا مصرين كرا سيعا النفط إذا وبد بعدي الله المستعان مقدشة وحبا كتاقر الله سعب دور مسألة يسكو جرتوان دور كم مسألة من بدبانو كالقاضي من السياسة ديني سايش نوع على كلا ظروفان نوع على مركي تاجيهين وحيو بضن توداد إذا مركل ويدي إن السياسة ديا كارها المركي أمني وحلوك تلاير كشيء وحبلا يرى فرصة مايا لكن عاول فرصة مين ماي كوهرت وحوي سايش أبوه الرئيس ورده بيسن دولة ده كو كعسن أما دولة دي هو الشرع هذا ما مولي شرها النقد أما كون هالنقد سكذا ما اللورد يبي كرا وسؤال جوابه صوما تهدن كجوابنا ما يجا قاضي دودا شرعا ما هو بنان تاي ما هو ما بنان حقيقي جينا يعني ومسألو مسألة الروح بحينا يعني ما كجود ميساوي مثل مركل الله دي دونا وحي كا قاضي وحبك ما تشري زكدي بحي تاو على جه الله يحل لي خوارجته أي بحين والصحابة اللد قال لما يين بمسألة ذات الصوب حضي علمه ذك هاللين وحين يده هذين هدي زكذا إذن كقادان مر لبعض الله إذن كقادي ما يواصي إذن كقادين عندنا وح كه الله عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر بن الخطاب ودور مسادير دور حديث كاس أثر كاس سكو إيمانية نكل إذا حبان السلم يروح ليه ابن عمر باوحا ويدي يجيئني مصدق بن الزبير ومصدق النجدة
نجد خوارجتا مدحضودي نين أهايو كوح بوتي مركا نيكي نجد لديه تري نيكي ددكي زكادة او ورورينا يحوالها او قادية بانو إيمانية عبد الله بن الزبير يساقنا رول هايستي قولا كسعتنا وي نو إيمانية يانو زكادي الربا يانو دي بنابا ليد عبد الله بن عمر وحو يلي إلى أيهما دفعت أجزاءك ميد الله ميد كادي ساقر دي بتابا زكادة وكاكو دي زابور يا تاسي وامت ميد الله بات سيدو كالي عبد الله بن عمر وحا لويدي انصار با ويديس مركاسا وحي لهدين زكادي بي ويديين وحي لقاسي وحا إسهايا ريشام يا علي با إسهايا يان زكاسي نابا ليبر وحو المركا ادفعوها إلى العمال كو الله صادر يا أرورين هيا إساقر ديبا وحي لمركاسا وحي لهدين إن الشام يظهرون مرة وهؤلاء مرة مر بقولا إيماني سوق نقب سنس قولا مر حوق بدني سوق نقب سنس ميشا مي قول مين تلقى سارتنا قولا دي كلا سورة وقال فلين إيسا مر كيانو سكاد أولي ابن أبالي مر كاسا وحي لي يدفعوها إلى من غلب قول بعيد دي أتكاتو ميشا وحرنا إساق ديبا مر كا ابن الشهاب الزهري إمامكي إساقنا وحال لويديه خوارجتا إن زكدا أولي ابنائي من نوبا ننتهي بالي مركز أوحي لي عبد الله بن عمر كان يرى ذلك أن ذلك يقضي عنه عبد الله بن عمر أركي تشري إن الروح كجو ذي سو كبح هيسو وزكدي مرلا بديه أن لدهين تأخر توحا كجت شو أبني أرور كان أمها خلدنا أما يوسف خلدناني لكن مربها دو حوله زكذا ها كم كيل أودنا أوليها كان حق بدن يديدي كرين أود أديبته سكلا بعد بيح شرعة كله يميس سيدان ورأي أي قوان علماء فربضا قوان تاس ومد ما ومدا إن لها محوة هاي أرك هلا تاجر على قدر لندونها طيب سقطوا ما سلام سلام شرحي هو قطب كلامان وسؤال شكو إيمان يوحو إذا كذا وقت جذي يدهم قارين من الصهر مرين كرا أيضا وحو شرعا سيد الراجحة ها إذا كذا يدهم وقت جذي قارين روح وصيب بحين كرا كما هلا إنه يلا ليبيا لكن أذى حتى خيار كهذا ضو بحين يسوع مسألة ترى إذا كذا مسيهر مرين كرا وتيهر مرين كرتا هذه الدولة دي كا قاضي سو وتيهر مرين كرتا هر مرين توحويان ويبنان تيزا كذن ويكوب حيسا بشرط إنه الروح اللي يهدو أثر كي وحلود اللي شرح حديث عبد العباس بن عبد المطلب وأنا سيد الجمهور تو أي قبال مسألة دم بوحيدة صدحات حولها روح لقى قاضي أما مجع الزكاة اللوجا قاض أما بعضها اللوجا قاض أما الصدقة اللوجا قاض أما خيار كي يساوي بحي أما حوجها اللوجا قاض حولها عاد بحينا يساوي هدي نف مع الصومد الوجود ليه الله استعمالي دونه ما بنانا ينادى حسوا سينا بالرخصة وجه الميس إكرهنا ما دي أديه لهيد إكره سؤال شذا كنت من أكلوالي هددي وأنا لفولين هيا خلص بان كتيرة إكره متى هاي شرع عدو أي أبنا يسي يوحي الله نوع كل الله صبين كريه ما يكره ما إن إذا أهينا شروط إكراها لجستا ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح كتب تورنا وكو قرنتها انت سيد غالب كوحولية هاي إكراها مكو كهلي إكراها وحال لها إلزام الغير بما لا يريد يريده روحا إن لقو لازميه ولقو قصب وحو سندونين وصرها لك هاي شروط بوليه بولي إكراها مركز شرع عضو اللي هذا إكراها معتبرة أفر شرط بوليه شرط قهر وحوي أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به روحا كوهن شبيه إيه أما دل أما حبسي أما قلبكو وهن شبه يوائلو أود ديدا ليه هدوسان أود ديدا بالهين إكره ما يا شكرا أدسكبر ريحي كرتو فير كله فكرتو هدو محيو أهاي كوهن شبه وحب ما بقبن كرا واحد شوحو شيغي صواما مركو وائلو قبن كرا واحد وهن شبه يكو لبا والمأمور عاجزا عن الدفع ولو بالفرار كان لقصب ينا وائلو سن إسكعلين كريني سينا أوسن وقف كان كرينا حتى عرب به النقطة معناها ضاد عرب كقف كان كريسو إكره ما يا ماشى الأولي والجودلي هذا العقد يدك اللي يقول الله إن هذا حنين هذا كعرر كرتو
ما عليه هذا وحوي إكراه ما هو وحكو هيستا وينو مركز الروح أوصن سكن عيلين كرين كنا فكان كرين مركزه إكراه نقوله شرط قال بعد وحوي أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك وإن ملها أوبته هداد يلي وإذا وحو كاربه إنه كقصة ميني ملها وإنه بدين حقيقة ما هيسد واحد ولد عن لكن وين أضوب بدينيس شرط قصد حد وحوي أن يكون ما هدده به فوريا وحو مركا كوجوها شبي وإنه مركا فليني فلو قال إن لم تفعل كذا ضربتك غدا لا يعد مكرها هدوك يلا دبوا يلا هدا هدا فلي وإذا بالربان كديلي دورا إكره معها مركا إكره وحلي هذا هدا كوجو صميني أما وقت مركا بسارة ما كوجو صميني لكن بالربان كوجو صمين دورا أما بالكدي ما قال هذا لو أذكرت خيار كلا لو ذهيل كرتها مكره بان هاي حولي ضدك اللي يقول لي إنها بان بحينها يا شرعة هاي وقولاتي بين واي وحويرة الرخصة مهلش شرط أفراد وحوي ألا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره كان لقصبا يو وإن يسن كم وقنين وحكو تصي إنه خيار وحكو سميني هو خيار إنه وحكو سميني مثال وحكو سميني وحكو قال روح مثلا لو قصبا يزينو سلام بالو كور ساري وحالو كزينيس مركاسا محو اهي حبن كيبو محو اهي يوغلي وحا سورتغل واه انو حبن كاسارو و اسكسي وت اكراهي لبايس مركا وحي ليه ماشا وحا كموقدا نيشا هو غودن هيو بيي كا ايمانها يارو هاوشيس خيار ماشا كوتشر مركا إكراهي ماشا وكا باي هاول خيار با سوغش يا شرط النوع اصلا وحا كمده مثلا ان لي يلهدو يعني وحو اسلامتا دا وحد كفرتا هل دلقت اما صدح كفر مركا صاد ميد كفرت خيار با ماشا سوغالي مركا ان خيار ليدها سوغش ماها وحي الا وما وحا قلب صدح هذا اف اوو دنبيا وحو يلي ويستثنى من الفعل ما هو محرم على التأبيد وحامرنا بإكراه أن قال إنه لغا سوريبيا وحا وحا جيرا ولي بإساق أبدا حراما وأوسن إكراه قلي كرين ومحو يهي كقتل النفس بغير حق نف إن حق دراء أدشو إكراه مكشو هدين لغا سوقبتو لغا يدا هذا أما أذار لمن أما روحا دل وإن أذار لمتو ما قرأت زينئي وحيالها سكالئي ويكفدو دي لكن روح دل كيسا نفتا إذا انفرانيا ووحان كفرانيا نف لمدا أوهو عصمدا إيو لمدا حرمدا إذا لمدا مايا سيداس درادت باوحو سوق قوريا الإمام أبو إسحاق الشيرازي وحو كسوق قوريا إنو يري إن عقد الإجماع على أن المكره على القتل مأمور باجتناب القتل والدفع عن نفسه وحال يسكر عسيها بالحلمضو روح لو قصبيو انو نفديلو حاران انو كفوغادو دلكا او سنفتيسا كوبد بادلنين روح كلا دلكيسا ومسالة اجماعة او لسل اوكل يهيب عردو مركز سيدا سوي حولها لغا قاضي اما زكاها اللو قاضو اما سكالها اللو قاضي هدي ديك حراما لو قليو او مسلمين تا لو قرحينيو او ابضان تهي ان ميلحو لو استعمالي كرو نوع عاسا مركاسي ما بحين كريسيت إدنا وحا سميني سنة مسين كريس منا قسبني دو هداد اسكرنا على الحسو مكربانو أنا لي ديلا هيانا وطاعا كسو هذا الله شروط دي مكرها كوكومات دبقنا هذا اسكرنا على الحسو خيارات كلو بضم باكو فورا مسألة دو مركز صدح دا وشي بيلي هذا هاي يعني ارراد النوع عاسا زكادو ما جردتك ما كاقود ميسا مسألة يا هاي سكادا ملاد دجين كرانا مسألة يا هاي مسألة كالتا اي ندول استاقرين وحاي اهيد حول ديك لغو دادين ايو ملبحين كرا روح سي مكره من نقون كرا مسألة دا سدح دا وچي بيلا دا هاي نيوالو بردن كاد ربط مركا اولا اد وحان ساولا يوحان هبا هذا الكاس ان لقو قوصن دونو برين ايسو نيوال با انتي سي قوصتي ايا وحال سو قلي دورا بحو اهاي سوشال ميديا هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير وبارك الله فيك. إلهي سبحانه وتعالى شيخ أبرك يا أنا كمال مريض سؤالها وسبع المية سنين وقت جوابي فدي قال لي صدحات فتاوها شيخ اللي شمع عبدون الكاس ويجي هاي وإلهها بين تنبيه فدي أفراد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.